مجلس النواب في جلسته اليوم التي عقدت برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس على إصدار بيان بمناسبة اكتمال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق باعتباره شهادة حقا ونجاحا لمملكة البحرين. كما وافق المجلس على الاقتراحات برغبة والمقدمة بصفة مستعجلة، وقرر المجلس إحالتها إلى الحكومة الموقرة. كانت أبرز الملفات التي أثارت جدلا بين أعضاء مجلس النواب اليوم من خلال مناقشاتهم للتقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأوضاع المالية والإدارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة والشركات التابعة لها، حيث تم استعراض التوصيات الموجهة للسلطة التنفيذية. أعتقد بأن الشركة استلمت تركة ثقيلة، خاصة مع وجود شركات حققت هامش ربحية جيد وشركات يعني كانت وفق الأوضاع المعروفة حققت أيضا خسارة، وكان على الفريق المعني بممتلكات أن يقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات وأن ينقل الربحية لكي يستطيع أن يعوض الخسارة في شركات أخرى. اللجنة استغرقت أكثر من سنة وسألت أسئلة كثيرة ورسائل كثيرة، اجتماعات كثيرة مطولة، وبالتالي أعتقد أن هناك تعاون لحد ما. الحكومة أنصتت بتمعن إلى تلك التوصيات وضمتها إليها بصدر رحب، لكنها أشارت صريحة إلى جهودها المستمرة لإنجاح هذه الشركة. أعتقد معظم التوصيات كانت توصيات عامة. أهم النقاط أن وضع الشركة الحالي، أن الشركة حاليا خلال الثلاث سنوات اللي مضت 2013-2014 وأيضا 2015 الحمد لله الشركة في أحسن أوضاعها المالية، تحقق أرباح. هذه الأرباح تستخدمها شركة ممتلكات حاليا، اما لدفع خسائر كانت موجوده في السابق في السنوات اللي مضت اللي من 2007 ل 2000 تقريبا 2008-2012، او انها تستخدمها في الاستثمار في استثمارات جديده. وفي بند الاسئله استعرض المجلس رد وزير الطاقه حول السند القانوني للهيئه بالزام المواطنين بدفع مبلغ تاميني عند التقدم بطلب التزويد بالخدمه، والذي جاء على النحو التالي. حقيقة شفت أن مبلغ التأمين الذي يؤخذ حقيقة مبلغ كبير، خاصة في وضع الآن المواطن متحمل أعباء كبيرة ورسوم كثيرة، فكان السؤال عن هذا المبلغ. في الفترة الأخيرة قمنا بتغيير هذا الإجراء بحيث أن إذا المواطن يملك العقار لا يحتاج يدفع التأمين، وإذا كان المواطن عنده أقرباء من الدرجة الأولى يعني عياله أو زوجته ويسكنون في بيت ثاني وبدون مقابل ما يحتاج يدفع تأمين، فقط كفالة. المجلس وافق أيضا على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، وتمت إحالته إلى مجلس الشورى. جاءنا هذا المشروع، وهذا القريب يعني أن هذا المشروع بقانون موجود من سنة 2009 من الفصل التشريعي الثاني ولم يبت فيه، كله بسبب اللي هو الرسوم. حاليا ونشكر احنا المجلس أن وافق على أن احنا نمرر هذا المشروع بقانون على أن لا يتضاعف قيمة الرسم الحالي. وفي ختام الجلسة قرر المجلس إحالة التوصيات التي خلص إليها حول إعادة توجيه الدعم للسلع والخدمات للحكومة الموقرة، فيما أحال الرسائل الواردة من الحكومة بخصوص المشاريع بقوانين إلى اللجان المختصة. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. نفتتح الجلسة العادية 31 من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع اليوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر مايو لسنة 2016. من الاستدراك الرسائل الواردة، عرض الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية
على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بصفة أصلية. ثانياً، عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب بشأن علاوة الغلاء على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات. شكرا. هل موافقون على إحالة هذه المشاريع للجان المختصة؟ أغلبية موافقة، تفضل أخ الأمين العام. شكرا. الرسالة الواردة من لجنة التحقيق البرلمانية في ظاهرة العمالة السائبة والمشاكل الناجمة عنها والأسباب التي أدت إليها بتاريخ 5 مايو 2016 بشأن طلب تمديد سادس لعمل اللجنة لمدة أسبوعين من تاريخ انتهاء فترة عملها التي ستنقضي بتاريخ 10 مايو 2016. اي نعم، فطلب تمديد. الله يسلمك. هل موافقون على طلب هذا التمديد؟ اي طبعا، اي طبعا. أغلبية موافقة. البند الثالث، الرسائل الواردة من الحكومة الاقتراحات برغبة. أولا، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء شقق لإيواء المتضررين في حالة الطوارئ بمحافظة المحري. ثانيا، الاقتراح برغبة بشأن بناء وحدات إسكانية في مدينة قلالي. ثالثا، الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تأجيل أقساط الإسكان واستقطاعات القروض الحكومية الاستبدال وصندوق التقاعد لشهر يونيو ويوليو وأغسطس لعام 2015 بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر السعيد وافتتاح المدارس. رابعاً، الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن تمديد ساعات العمل في مركز جد حفص الصحي. خامساً، الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن تأسيس مركز اجتماعي ثقافي في مجمع 207 بربعة المحرق وفقاً للمعايير المعتمدة. سادساً، الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن إنشاء مركز تخصصي متكامل لعلاج حالات العقم وتزويده بأطباء متخصصين ذوي كفاءات عالية وذلك ضمن الخطة الإنشائية لوزارة الصحة. سابعاً، الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن إنشاء مركز أو مراكز للخدمات الحكومية بالمحافظة الشمالية. ثامناً، الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك الدولة بها نسبة تتجاوز 50% لمدة سنتين. تاسعاً، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مجمع للدوائر الحكومية في كل محافظة. عاشراً، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفأ للصيادين بالدائرة الثالثة لمحافظة العاصمة. حادي عشر، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإنشاء ممشى رياضي فيما بين دوار 6 ودوار 22 في مدينة حمد على أن يكون في مواجهة شارع الهاي واي وأن يتضمن كل ممشى رياضي المرافق الرئيسية لراحة ولخدمة المواطنين. ثاني عشر، الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن قيام الحكومة الموقرة بإعداد برامج خاصة لإعادة تهيئة الشباب ممن فقدوا وظائفهم بسبب بعض السلوكيات والأفعال الخاطئة وإعادتهم إلى وظائفهم في حدود القانون. ثالث عشر، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز تأهيلي متخصص لأطفال مرضى التوحد. رابع عشر، الاقتراح برغبة بصفة مستعجلة بشأن هدم وإعادة بناء مسجدي زين العابدين والعالي بالمنامة. خامس عشر، الاقتراح برغبة بشأن فصل ميزانية العلاج في الخارج عن ميزانية وزارة الصحة. سادس عشر، الاقتراح برغبة بشأن شراء البيوت القديمة في المناطق السكنية مع الحفاظ على التراث والنسيج الاجتماعي وبناء مدن حديثة مكانها. سابع عشر،
الاقتراح برغبة بشأن توفير وحدة علاجية متنقلة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. 18 الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى للطب الرياضي. 19 الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بشأن تخصيص وتنظيم دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج. 20 الاقتراح برغبة بشأن إيقاف أعمال البناء غير المرخصة وإغلاق المحال التي تباع فيها الخمور في جزيرة الريف وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة. عندي على الرسالة رقم 18 ورقم 19. أي نعم. وكذلك للشركات استثماري والله في رقم كم. أول شيء ببتدي في عن الشركات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة. يا معالي الرئيس، أي عضو في مجلس الإدارة هناك إذا كان يتبع أي وزارة من وزارات الدولة فلا مانع أنه من قطع هذه المكافأة. أما إذا كان عنده عمل الخاص وعنده شركته وهو يديرها وتم استقطابه أو اختياره أو انتقاءه من بين جميع الخبراء للعمل في شركات الدولة، فهل نسقط مكافأته؟ فلا أعتقد أن هذا عمل في جدوى لاستقطاب أي خبرات اقتصادية لشركات الدولة. هذا واحد. اثنين، في رقم 18 بخصوص إنشاء مستشفى للطب الرياضي. معالي الرئيس، مستشفى للطب الرياضي لعلاج جميع الرياضيين من لديهم إصابات، فإحنا الآن تكفل الدولة بالمئات الآلاف بإرسالهم بخارج البحرين. لما نقوم إحنا كعمل استثماري ووضع هذا المستشفى، الآن لدينا مركز رياضي، مركز للطب الرياضي، إحنا نبقي يكون مستشفى حتى إحنا نقدر أي لاعبين في منطقة الخليج يكون أيون هنا. إحنا مثل ما قلنا إن إحنا نبغي يكون هناك يعني سياحة علاجية، فهذا أحد الأساليب لجذب السياحة الرياضية. فرد الحكومة إلى أن مركز الطب الرياضي المذكور بصار الإنشاء مستشفى جديد للطب الرياضي تابع له، قد تم بالفعل عمل دراسات الأولية لهذا المشروع عام 2014، وسوف يبدأ العمل في الإنشاءات واستكمال المشروع فور توافر الاعتمادات المالية الكافية لهذا المشروع باللجنة الأولمبية البحرينية. يعني هناك فور توافر الاعتمادات المالية سيتم الشروع، فإحنا نقول لابد من وضع خطة لوضع هذه الميزانية لبناء هذا المستشفى. بالنسبة حق الرسالة اللي واردة بخصوص ممشى مدينة حمل. اي نعم. الممشى المطلوب هو في مواجهة الهايوي، هذه منطقة حيوية مدينة حمد، الناس الآن تمشي في وسط الدوارات وسط المناطق الخطيرة، ورد الحكومة صراحة ممثل في وزارة الأشغال رد غريب، لأن احنا في موافقات مبدئية ما بيننا وبينهم على الأقل ما بين الدوار، ما بين النفق السادس ونفق 14 على أساس يكون هناك ممشى، وما كان في اعتراضات. الآن إذا احنا بنمد الموضوع إلى دوار 22، احنا ممكن نتنازل عن الجزء ذي إلى الحد المذكور من 6 إلى 14، وهذه اليوم اذا تروح تمشي في المسيان والعصريات راح تلقى ان اهالي مدينه حمل يمشون اوريدي على ممشى او على ما يعني منطقه غير مؤهله، كلها حصى وتراب. احنا نتمنى من وزاره الاشغال اعاده النظر في الموضوع، لان المساله المساحه جدا متاحه وجدا مناسبه وتستاهل ان يعني تتحول الى منطقه، وخصوصا ان هي مواجهه الشارع العام، بالتالي تكون نوع من المنظر الحضاري للمنطقه هناك. تعليقي على الرساله رقم 9 ورقم 16 ورقم 20. رقم 9 تتكلم عن وجود مبنى خدمي حكومي يشمل عن جميع الخدمات او الخدمات الحكوميه في مبنى واحد من خلال اما النافذه الواحده او من خلال المبنى نفسه. الان الرد كان يعني جيد بالعموم، لكن ما يشفي الغليل. يتكلم ان هذا الامر مطبق على ارض الواقع، وتم الاستشهاد بمجموعه من الخدمات المتناثره في جميع المحافظات. المقترح ومشكورين مقدم المقترح يتكلم عن
مبنى واحد تسهيل للمرتادين وكذلك تضييق للازدحامات المرورية. طبعا الشاهد الواقع ينافي الرد اللي بين يدي السادة النواب. إذا رحنا هنا قريب الجوازات يعني مذبحة خارج المبنى بالازدحامات المرورية مواقف السيارات، وداخل راح ترى أن الأرقام قد وصلت إلى المئات، والأمر ينطبق على السجل التجاري وهيئة سوق العمل وغيرها. وبالتالي كنا نتمنى من الحكومة المقرة أنها تشجع هذا المقترح البناء بحيث يكون هناك مبنى لجميع الخدمات بكل محافظة على حدة، راح يسهل على المواطنين وبنفس الوقت راح يقلل الازدحامات المرورية. وتكلموا بإسهاب عن الخدمات الإلكترونية وهذا شيء جيد، ونتمنى أن المواطن يعني يتجه إلى هذه الخدمات بحيث أنه يستغني عن الذهاب المباشر. ممكن نحتاج إلى توعية أولا إعلامية ثم تشجيع من خلال الرسوم مثلا اللي يتقدم للخدمة الإلكترونية يكون هناك تخفيض للرسوم. الرسالة رقم 19 في الدورات التدريبية للمقبلين على الزواج، باقتراح أنا تقدمت به أشارت الحكومة يا معالي الرئيس إلى وجود مكاتب للإرشاد الأسري في جميع المراكز الاجتماعية بمختلف المحافظات التي يبلغ عددها 15 محافظة. الهدف تقديم الخدمات الإرشادية والوقائية والإنمائية وعلاج المشكلات التي تتعرض لها الأسرة دون أي التزام. معالي الرئيس، كما أشار الرد إلى عدد البرامج التي تقدم الحكومة عددها 17 برامج أو برنامج، جلها برامج جيدة وبناءة، إلا أنها لا تلبي الهدف الأسمى وهو تثقيف وتوعية وتأهيل المقبلين على الزواج لتحمل أعباء ومسؤوليات تكوين الأسرة في المجتمع. كما يا معالي الرئيس أن الهدف من تقديم المقترح هو إلزام المقبلين على الزواج والحصول على دورات تأهيلية تتيح لهم الزواج وفق أسس ومعايير علمية تراعى عادات وتقاليد المجتمع البحريني وتأخذ في الاعتبار كافة جوانب التحديات التي تواجهها الأسرة البحرينية. كما يا معالي الرئيس يوم تقدمت أنا بالمقترح هذه كنت تطرقت حق تجربة من إحدى الدول الإسلامية واللي شهدت تنفيذ هذا المقترح ألا وهي ماليزيا، وفي تقارير رسمية من قبل الحكومة الماليزية انخفضت نسبة كبيرة جدا من الطلاق. احنا ما نقول أن هذه الظاهرة راح نقضي عليها لأن هذا شرع من شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن نحن نحاول من خلال تقديم هذه المقترحات أن نخفف من نسبة الطلاق في المجتمع البحريني والحفاظ على النسيج الاجتماعي للمواطن البحريني. الحقيقة رايح أتكلم عن الاقتراح براكو رقم واحد بشأن إنشاء شقق لإيواء المتضررين. لما تم التقديم حق هذا المقترح احنا ما عندنا مشاكل، يعني ولا عندنا ضرر بيكون عاصفة ولا عندنا البحر بيدخل علينا وان شاء الله ما يكون هاي، لكن احنا نتكلم في حوادث تصير ساعات ان البيت يحترق. وحدث عندنا احنا في منطقة قلالة قبل يومين البيت احترق على اصحابهم، وحين احنا كأهل الدائرة قاعد نقويهم. هذا احنا اللي نتكلم عنه. لما يصير بيت احترق تعال يا وزارة الإسكان أعطينا شقة مؤثثة جاهزة، خل هذه العائلة تسكن لين يصير ترميم حق البيوت، أما تتم العائلة لا يثم ما يدرون وين يروحون. فهذا كان القصد من الاقتراح. احنا بنقول حق وزارة الإسكان أعطينا حل حق هاي العائلة، حاليا بيت احترق وتموا الحين يلوثون مكان لمكان، وهذا اللي الحين طالب فيه. رقم اثنين الاقتراح برقم حول بناء طلبات وحدات سكانية في قلالي. حقيقة أنا أشكر رئيس الحكومة على تحويل هذه الطلبات على شرق الحد، وهذا صراحة أثلج صدور أهل قلالي وأهل الدائرة، لأن فعلا كانوا يحاتون عن هذا الأمر من عندهم، وهذا الاهتمام ليس بقريب على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة فرئيس الوزراء الموقر. فالقصد احنا كله نشكر الحكومه والشكر موصول الى وزير الاسكان. انا بتكلم عن المقترح رقم 3 لمساله تاجيل الاقساط الاسكانيه لشهر 6 و7 و8 من عام 2015.
معالي الرئيس تم رفع هذا المقترح إلى الحكومة حوالي شهر 5 في 2015، والحكومة ترد علينا معالي الرئيس بتاريخ 21/12/2015. وإذا عبرنا بكلمة تراخت الحكومة، يقوم الأخ وزير شؤون المجلسين الأخ أبو فضل يحتج علينا، لا تقول الحكومة تراخت، شو نسمي هذا؟ مقترح رفعه المجلس بصفة مستعجلة للحكومة لإيقاف الأقساط في شهر 6 و7 و8 لظروف معينة مرت بها الأسرة البحرينية في ذلك الوقت، وهو اجتماع شهر رمضان والأعياد. ثم ترد علينا الحكومة في نهاية شهر 12 من نفس العام، بعد العيد الثاني، بعد العيد الثاني ترد علينا. ماذا نسمي هذا التعاون معالي الرئيس؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين معالي الرئيس، الرسالة أو المقترح التي رفع من مجلسكم الموقر بخصوص مركز جد حفص الاجتماعي، لا إشكال أن أصحاب السعادة، كثير من أصحاب السعادة النواب، قالوا بأن هذا الأمر ليس خاصا بمركز جد حفص الصحي، ولكن معالي الرئيس مركز جد حفص الصحي به حوالي 29 مجمع، 55 ألف نسمة. معالي الرئيس، هذا المركز يخدم 29 مجمع، 55 ألف نسمة. عدد الأطباء فيه حسب منظمة الصحة العالمية أنه لابد أن يكون 16 طبيب. بعد افتتاح مجمع مركز الصباح تم تقليص عدد الأطباء إلى 11 طبيب، مجمل الأطباء 11 طبيب، بينما الأطباء الذين يعاينون المرضى يوميا يصل أحيانا إلى 3، بل وصل في بعض الأحيان إلى طبيب واحد فقط يعالج المرضى. معالي الرئيس، أنا بتكلم عن رسالتين، رسالة رقم 8 اللي هي مكافآت أعضاء مجالس الإدارة. المقترح هذه معالي الرئيس تقدمنا به، إن إحنا كنا واضحين إن العضو إذا كان من الحكومة فهو ما يستلم مكافأة عضويته في مجالس الإدارة لشح الموارد والوضع الاقتصادي اللي موجود في المملكة. أما إذا كان العضو من القطاع الخاص فأنت جايب العضو علشان تأخذ خبراته، تستفيد من خبراته. فالشخص إذا شغال في القطاع الخاص بيطلع من القطاع أو بيطلع من الشغلة، فلازم أنت تعطيه نوع من مكافأة. اليوم الأوضاع الاقتصادية للحين ما تطمن. إذا إحنا ما نبتدي بنفسنا، شلون نبتدي ونقول نحط الأعباء المالية كلها على المواطنين؟ إحنا أول شيء الحكومة لازم أول شيء هي تبتدي تحط العبء على نفسها، تخفض من مصاريفها، وهي سوت، ولكن إذا سوت ما انشرت حق الناس إحنا مو عارفين. فقول يا الحكومة إن إحنا سوينا 1 و2 و3 و4 وبنسوي في المستقبل، علشان المواطن ممكن يتقبل الضغوطات اللي قاعدة تجي عليه. هاي بالنسبة حق الرسالة رقم 8. أما بالنسبة حق الرسالة رقم 13 معالي الرئيس، اللي هو مركز تأهيل حق أمراض التوحد، معالي الرئيس يعني الرسالة اللي جاية من الحكومة، أول شيء توحد ليس إعاقة، احتياجات خاصة، في الرسالة مكتوبة إعاقة، هذه نمبر 1. يعني النقطة المهمة اللي احنا لازم نعرف معالي الرئيس، هل هذه إعاقة أو ذوي احتياجات خاصة؟ إذا رسالة الحكومة تقول إنزين فئات من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ذوي الإعاقة. بالنسبة للرسالة رقم 1 حول توفير مأوى أو سكن للمتضررين، ليس المحرق فقط هي التي تحتاج، يعني المقترح يقول المحرق، لا، كل محافظات المملكة بل كل مناطق المنطقة تحتاج من الحكومة الموقرة أن توفر فيها مكان للإيواء للحالات الطارئة. يعني أقل التقادير في هاي السنة إحنا عندنا 3 أو 4 حالات في سترة حريق، 3 بيوت ومأتم. طيب المأتم يدبرون حالهم، بس هذه البيوت أسر تحترق طبعا بسبب التمديدات الكهربائية، عشان ساعات الدكتور يلتفت لده، بسبب التمديدات الكهربائية أو غيرها.
طيب هذه الأسرة لها حق علينا، احنا والله يا معالي الرئيس نتورط لما أسرة تتصل بنا، بيتنا احترق، نريد مأوى، وين نوديهم؟ أنا هنا أشكر محافظة العاصمة وأمانة العاصمة على سرعة تجاوبهم معنا في إيواء هذه الأسر، لكن أيضا أقول أن استجابتنا ليست بمستوى ما يحدث وبمستوى الضرر، هذه أسر تحتاج إلى إغاثة عاجلة سريعة، لذلك رد الحكومة على هذه الرسالة رسالة رقم واحد لا رد، لم ترد الحكومة على هذه الرسالة، ردها علينا رد دبلوماسي، قالت حول الموضوع على وزارة الإسكان، وزارة الإسكان قالت هذا احنا مو جهة اختصاص، احنا مو معنيين بحالات الطوارئ، احنا نوفر شقق للي يقدمون لنا. طيب من هي الجهة؟ سؤال للحكومة، من هي الجهة المعنية والمسؤولة عن حالات الطوارئ؟ احنا نريد الحكومة ترد علينا، إذا صارت حالة طوارئ من هي الجهة التي تتدخل لتقديم إغاثة عاجلة للمتضررين؟ معالي الرئيس، أنا تقدمت شخصيا بهذا المقترح برغبة، والمقترح اللي يمثل مطلب مهم ويطالب به الأهالي والصيادين في المنطقة. وقد جاء رد الحكومة بأن الرغبة أصبحت موضوع دراسة لدى الوزارة المعنية وهي وزارة الأشغال والبلديات، وأن الرغبة في سبيلها للتحقق على أرض الواقع، وأنا بدوري هنا أتقدم باسم أهالي الدائرة الكرام بالشكر للحكومة الموقرة على الموافقة على هذا المقترح برغبة، حيث أنه سيؤدي إلى حل الكثير من المشكلات التي يعاني منها الصيادين الآن، حيث لا يوجد مرفأ يحتضن قواربهم في المنطقة. عندي تعليق على مداخلتين للنائبين الكريمين الأخ علي العطيش والأخ عيسى الكوهجي، وما للأسف غير موجودين، ولكن أتمنى أن يوصل الصوت في الخارج إن شاء الله. عيسى موجود؟ موجود. أكاه يم جمال داود. السلام يا عيسى. اشتركوا في مداخلة بالنسبة للاقتراح برغبة لصرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، وكان هناك قول أن شح الموارد يمكن أن يكون مبرر لعدم صرف المكافأة للأعضاء من القطاع الحكومي، يعتقد أيضا شح الموارد هو سبب نفس السبب لعدم الصرف للآخرين. القضية ليست قضية شح أو عدم شح، ولكن قضية نظام يشمل الجميع، سواء كان هذا العضو في مجلس الإدارة من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص تم الاستعانة به لخبرته. بالنسبة للأخ العطيش عندما قال تراخي، أنا بالعكس أنا لست حساسا من كلمة تراخي، ولكن حساسا من عدم إيراد الحقيقة كاملة. مقترح برقم محل الكلام تم رفع مجلسكم موقر تاريخ 27/10/2015، وخلال 3 شهور في 5 يناير 2015 تم الرد على مجلسكم الموقر، مع أن المدة الدستورية المعطاة للحكومة هي 6 شهور، وإحنا ردينا خلال 3 شهور، أي في نصف المدة الدستورية المقررة. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة لي أن هذا المقترح قد تم رفعه بصفة المستعجلة، صفة الاستعجال هنا حسب المادة 227 من اللائحة تختص بعمل تنظيمي داخل مجلس النواب ولا علاقة بالحكومة مطلقا، بمعنى أن النظر داخل المجلس يكون بصفة الاستعجال، ولا يعني ذلك أنه إلزام الحكومة بمدد مغايرة للمدة المقررة هي 6 شهور. فأقول بأن المادة هذه تحكم موضوعات التي لا تسري عليها أحكام الواعي العادية المقررة في اللائحة. عندما يرفع بصفة الاستعجال معناها تنحية الإجراءات العادية والمدد العادية، واستعجال مجلسكم الموقر في انتهاء من نظر هذه الموضوعات ورفعها للحكومة الموقرة. شكرا مع الرئيس. شكرا. المسألة الثالثة مع الرئيس هي جزيرة الريف، اللي احنا أيضا يعني مع الأسف لا أدري يعني هل جزيرة الريف عليها مظلة تقول لا يمكن اللمس أو المساس فيها ولا شنو، ولا بعيدة عن مجال القوانين. يقول لك إن بعد أن مارس البناء أوقف البناء ثم أعطي تراخيص. طيب والجبل اللي قاعد يبني والذين استثمروا في جزيرة الريف وكانت بيوتهم تطل على منافذ بحرية مائية، واجهات بحرية، اليوم أصبحت أمامهم واجهات برية، فكيف حقوق الناس هذه من يحفظها؟
الأمر الآخر مجال السياحة يقول لك والله حنا المواضيع إلا النيابة العامة. طيب النيابة العامة يعني كيف؟ أنتوا هالمخالفات وارتكبت مباشرة المفروض أن يغلق المحل، محل شيشة من غير ترخيص، محل بيع خمور من غير ترخيص، محل يعني كيف الأمور يعني توازن في البحرين؟ هل يعقل أن الأمور تقاس بطريقة يعني أنا أشوف الخطأ وأتخذ إجراءاتي والخطأ مستمر؟ معالي الرئيس، فقط أعلق على الرسالة الأخيرة المتعلقة بجزيرة الريف. نعم. طبعا معالي الرئيس، لا يخفاكم أن بعض من يسكن هناك قد أتى إلى المجلس وقد شكى لنا الموضوع وقد رفع الموضوع لكم ولجميع أعضاء المجلس. ففعلا الإخوة وجدوا أن هناك مخالفات وأوضحوا لنا الموضوع. الآن الموضوع إغلاق المحال التي تباع فيها الخمور في جزيرة الريف وأعمال البناء غير المرخصة، أنا الآن أخذ الجواب من رد الحكومة، يعني الآن الجواب واللي أتكلم فيه مو من عندي ولا من عند الإخوان هناك في الجزيرة، إنما من رد الحكومة. تقول أن وزارة الأشغال قد قامت بإيقاف أعمال البناء في جميع المواقع التي شرع بالبناء فيها دون ترخيص. طيب هذا كيف الآن، كيف الأصل يعني ابتدأوا في مثل هذه الأمور سواء في هذه الأماكن أو غيرها؟ فهذا الإشكال الأول يا معالي الرئيس. الأمر الثاني، رد وزارة الصناعة أنها تعمل على تشديد الرقابة على المحال العامة. طبعا هذا هو المطلوب. معالي الرئيس لا أطيل، فقط اليوم نحن وهيئة السياحة مشكورة تعمل الآن لاستقطاب الخليجيين أو عندهم برامج كثيرة في هذا المجال ويريدون السياحة والسياحة النظيفة والعائلية. وأنا يا معالي الرئيس كنت يعني منذ أيام في إحدى الدول المجاورة، الآن بدأوا ولله الحمد يتكلمون أنهم الآن يستطيعون أن يحضروا إلى هذه المناطق وذكروا أيضا جزيرة الريف. فهذا أمر طيب يا معالي الرئيس أن هذه السمعة بدأت ولله الحمد بجهود الإخوة في هيئة السياحة وإغلاق مثل هذه الأمور المتعلقة بالخمور وغيرها، لأن نحن نعلم معالي الرئيس أن العوائل إذا حضرت فإن السياحة والاقتصاد يقوى. معالي الرئيس، راح أتحدث حول أربعة مواضيع. رقم 13 اللي هو مرض التوحد. طبعا وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية بالنتيجة لديهم اهتمام كبير جدا، لكن ما نفتقد أنه نحتاج إلى إحصائية دورية، لأن كثير من الأسر يفتقدون إلى أن يحصلوا على مقاعد لأبنائهم في مراكز التأهيل ويروحون يصرفون أموال من عندهم وعلى حسابهم أيضا، فنحتاج إلى التفاتة كبيرة. وأنا وجدت وأيضا أخذت بعض العوائل لوزيرة الصحة قبل أن تكون وزيرة للصحة، وأيضا يوم اللي صارت وزيرة الصحة أخذتهم أيضا إلى وزيرة الصحة ثانية. ليش؟ لأنه بعض الأطفال لا يكتشف مرض التوحد عندهم مبكرا، إلى بعد فترة معينة يكتشف هذا الأمر، فقد فات عليهم التسجيل أو الاهتمام فيهم من قبل الحكومة. لهذا ما هو متحقق فعليا يحتاج إلى متابعة والتحقق منه فعليا. رقم 14 اللي هو حول هدم وإعارة مسجدي زين العابدين والعالي في المنامة. طبعا وزارة العدل والشؤون الاجتماعية والأوقاف مشكورين على اهتمامهم في هذا الأمر، وأيضا نطالب هناك مساجد أيضا بعضها لم يكتمل بنائها في بقية المناطق، نحتاج إلى الاهتمام فيها وبنائها حتى أيضا تستوعب المصلين، حتى لا تبقى نقطة أيضا نراوح عندها. كم عن مقترحين، الحكومة تقول اللي ما عندهم قدرة على الإنجاب أو يعني عندهم عيب في الإنجاب إنها هي مساوي لهم برنامج وتعالجهم، الكلام دي غير صحيح. اللي تكلم الشيخ مجيد سلامتك مو 99، ما قدامنا 99% الحكومة موافقة على المقترحات برغبة. في هناك ناس تطلب طفل أنابيب ما حد يعطيه وعي على حسابهم، يروحون مرة مرتين فاسو ما يقدرون. الحكومة سلامتكم مو ملتزم بهذا الأمر. هذه واحد نتمنى أن يكون فعلا الحكومة اللي تكتب لنا الكلام يكون في منفذ على أرض الواقع، بعد احنا نعرف وقريبين من الناس وتجينا مشاكل الناس. هذه واحد. الأمر الثاني مع الرئيس، بتكلم عن المكافآت. للأسف النواب ما حد تكلم فيها،
موظفي الحكومة في من يأخذ أكثر من 100,000 دينار. أنت موظف حكومي، عضو مجلس إدارة لأنك موظف حكومي، الحين صار يوميات عليكم الوضع حلو وتمام ومن أحسن ما يكون، ولا يكلف ولا شيء. المواطن سحتونا سحت، لكن احنا يوميات عليكم، لا انتم اللي تاخذون قرارات، هذه القرارات اكثر شيء ذي الموظفين. الحكومه كاتبه ان لان في هناك متقاعدين قطاع الخاص، مقترحنا واضح موظفي الحكومه، ما قلنا لا المتقاعدين اللي عندهم تمثيل مجلس اداره ولا القطاع الخاص. يا اخي اقل واحد يحصل، في ناس يحصلون فوق ال 100 فوق ال 150 الف دينار، راتبه ما يوصل ربع هذه المبلغ. وقفوا، اذا عندكم ازمه لي طبقوها عليكم انتم، بعدين افتروا على الناس. اذا انتم تبون تكونوا منصفين، اذا انتم تبون تمثلوا الحكومه خير تمثيل. ما شفنا على الاقل قولوا خففنا المكافاه ولا جستوها ولا جاسوا المكافاه. قولوا خففناها. قالوا لا المكافاه هذه ما تنجاس، المكافاه هذه حق ناس تتعب. اي والله يحضر 4 اجتماعات في السنه وايد يتعب. يا اخي تدري سووا له نظام وقت اللي عنده اجتماع لا يداوم في وزارته. سووا اليه كفتريتوا على الاوفر تايم، الاوفر تايم الناس ما تتعب. وزاره الاعلام يشتغل فوق ال 12 ساعه اوفر تايم، تعطيه ساعتين؟ وهذه يشتغل ساعتين تعطي قيمه اوفر تايم موظف وزاره الاعلام مار شهرين؟ هذه عدل؟ ابتدوا بنفسكم. نعم البلد في ازمه واحنا بنوقف معاكم والناس بتوقف معاكم، بس اشتغلوا وفق الترشيد وفق النظام الصحيح. لكن مو تروحون يوميات عليكم. قلت لا الامور تمام ولازم لا، انا مستغرب وانه بسرعه ردوا، خايفين بعد يصير تحرك من جانب الحكومه يوقفونها. معالي الرئيس في هناك من ياخذ مئات الالاف، في النهايه في الاخير هو راتبه السنوي ما يتعدى 35,000 دينار، ياخذ مكافاه فوق ال 100,000 دينار واكثر. نتمنى ابو فضل هو رجل عزيز ورجل شريك معنا في هذا الامر ينقل هذه الرغبه حق الحكومه، ونتمنى من مجلسكم يصر على ان مكافاه موظفي الحكومه تلقى، موظفي الحكومه ليس القطاع الخاص وليس المتقاعدين. شكرا الاخ احمد قراطه. شكرا معالي الرئيس. عندي الرقبه 14 و20 بالنسبه بخصوص مسجدين اللي في المنامه في مجمع 304 الفريج، كانوا مسجد العالي ومسجد زين العابدين اللي في مجمع 305 في فريج الفاضل وفريج كانو. هذين المسجدين الله يسلمه كان محطوط لهم ميزانيه من 2014 2015 2016، احنا على مشارف نهايه 2016 وتقول الحكومه انه راح يتحقق على ارض الواقع. لحد الان المسجدين مغلقين ومقطوع عنهم الكهرباء، ما حد يصلي فيهم، وايلين للسقوط. صار لهم اكثر من 3-4 سنوات على هالحال. يعني الحين اذا احنا في نهايه 2016 وليحم ما بدا عمليه الانشاء او عمل اي شيء الا بس قطعوا الكهرباء. فنتمنى من الاوقاف الجعفريه ورئيس الاوقاف الجعفريه من نفس المنطقه وبيتهم ما يبعد عن المسجدين هذه 200 متر، فلو يمر عليهم ويشوفهم بيشوف حاله المسايد هذه مغلقه، ولحد الان ما عملوا فيهم اي شيء لا في ميزانيه 2015 ولا ميزانيه 2016. بالنسبه حق جزر الريف معالي الرئيس، هناك شكاوي من الاهالي اللي تغمض في جزيره الريف. كانت جزيره الريف مهيئة ان هي انشاءات مناطق سكنيه، وفجاه صار فيها محلات تجاريه وفيها نوع من المطاعم السياحيه وفيها محلات فوق الشقق اللي يسكن الاهالي. حصلنا ما يقارب من ازم من 300 قانط في ذي الجزيره يطلب وقف بناء الاعمال التجاريه في هذه المنطقه، وكذلك وقف التراخيص السياحيه بالنسبه حق اللي قائمين في ذي المنطقه. احنا نتمنى نسمع من امانه العاصمه بالنسبه حق وقف التراخيص اللي هي التجاريه، ونتمنى نسمع بعد من السياحه ان تم الترخيص لهذه المحلات من خلال هيئه السياحه، تم الترخيص له من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. يعني نتمنى نسمع من وزارة السياحة
تطمينات للأهالي اللي ساكنين هناك، وكذلك تطمينات من أمانة العاصمة أن لا راح تبنى أمور تجارية في مناطق خصصت أن هي تكون سكنية. يعني التخطيط العمراني يوم يخطط الظاهر هذه خارج منطقة البحرين، ما يخططون عمرانية. فنتمنى نسمع من الأمانة ومن السياحة لتطمين الأهالي اللي موجودين هناك. شكرا مع الرئيس. مع الرئيس دعني أقرأ فحوى الاقتراح برغبة بشأن وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الإدارات. الرغبة تقول: وقف مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارات الهيئات والمؤسسات والجهات الحكومية والشركات التي تمتلك بها الدولة نسبة تجاوز 50% لمدة سنتين. واضحة، هناك هيئات ومؤسسات وجهات حكومية عليها مجالس إدارات. مجلس الإدارة هذا مكون من موظفين حكوميين وموظفين من القطاع الخاص أو متقاعدين وخلاف ذلك. الرقبة لا تنص أن نوقف فقط مكافآت الموظفين الحكوميين الموجودين بمجالس الإدارات، لا، تتكلم عن مجالس إدارات تدير هيئات ومؤسسات حكومية. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر كما بيّنت قبل قليل بأن النظام لا يفرق بين عضو آت من القطاع الخاص أو عضو جاء من القطاع الحكومي، النظام هو نظام واحد. خاصة أن هذه المكافآت في كثير من الأحيان محكومة بقوانين وليس بمراسيم أو بأوامر. لذلك أقول إذا الأخوان يعني عندهم أي توجه، القوانين تحت يد السلطة التشريعية، بالإمكان الرجوع إلى جميع القوانين التي تحكم مكافآت مجالس الإدارات وتعديلها بما يرون ذلك مناسبا. فالأمر أولا وأخيرا كما قلت بالنسبة للقوانين عائد إلى مجلسكم الموقر. شكرا مع الرئيس. شكرا سعادة الوزير. الكلمة الآن إلى مدير عام أمانة العاصمة الشيخ محمد بن أحمد، تفضل. إخواني أصحاب السعادة النواب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بما يخص جزيرة الريف، طبعا جزيرة الريف هي جزيرة لها تصنيف معتمد، مثلها مثل الجزر الأخرى أمواج والدرة وما شابه ذلك. لابد تكون في الجزيرة جزء مخصص لأنشطة التجارية. الجزيرة فيها مواطنين وغير مواطنين ساكنين يحتاجون بعض الخدمات المتوفرة لهم. فاللي أنا أحب أكد لكم، جميع المباني اللي موجودة في الجزيرة، سواء التي تم الانتهاء منها توصيل التيار الكهربائي لها أو التي تحت الإنشاء، جميعها توجد لها تراخيص مرخصة من الأمانة، مرخصة حسب التصنيف المعتمد للجزيرة واشتراطات التنظيمية للتعمير لسنة 2009. طبعا التصنيف يوجد، نعم فعلا في جزيرة الريف في واجهة تجارية، وما ينطبق على المباني ينطبق على المطاعم الموجودة. هناك مطاعم سياحية أيضا تم الترخيص لها حسب التصنيف المعتمد للجزيرة، وأيضا التراخيص الممنوحة من السجل التجاري لهذا النوع من الأنشطة. فأتمنى يكون حقيقة الموجز هذه واضح لإخواني أصحاب السعادة النواب. الجزيرة اليوم لا توجد فيها أي مخالفات، جميع المباني والأنشطة التجارية مرخصة من الجهات المعنية. وشكرا سعادة الرئيس. شكرا الشيخ محمد. كلمة الآن للشيخ خالد بن حمود رئيس تنفيذ هيئة السياحة. أشكر أخي العزيز سعادة نائب أحمد قراطة على الاستفسار. طبعا قبل وجود بلاغ من مجلس النواب قمنا احنا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض بمخالفة أحد المرافق اللي موجودة في جزيرة الريف بسبب مزاولتها لنشاط سياحي بدون ترخيص، وتم تحويل المخالفة للنيابة العامة ببلاغ رقم 35 لسنة 2015. اجتمعنا مع إدارة الريف وأكدنا لهم أن لابد من تصحيح وضعهم وأخذ الإجراءات القانونية اللازم لتصحيح الأوضاع.
ما عدا ذلك مثل ما بين سعادة مدير عام لأمانة العاصمة، قبل أن يتم ترخيص أي مطعم سياحي لابد أن يأخذ موافقات من 5 جهات معنية، أهمهم التخطيط العمراني الذي يحدد النشاط والتصنيف لكل مناطق المملكة. وشكرا. البند رقم 7 يا معالي الرئيس بخصوص اللي هو مركز للخدمات الحكومية في المحافظة الشمالية، أنا لاحظ بعض الأخوة بعد قدموا مقترح لأربع المحافظات. معالي الرئيس، إحنا المحافظة الشمالية فيها 292,000 مع الأجانب من عدد السكان، يعني من أكبر محافظات في المملكة، نفتقر لبعض الدوائر الحكومية، ليس الكل، بعض الدوائر الحكومية والمهمة في الدائرة. احنا ما تكلمنا عن هذا المركز يا معالي الرئيس الا المواطن يدفع رسوم مقابل خدمه، فاحنا في سنين طويله الحين الخدمات ما تتغير لكن الرسوم ترتفع على المواطنين، فاحنا نوفر لهم سبل الراحه في الاربع محافظات تكون ان هي خدمات موجوده. معالي الرئيس، احنا اذا جينا 3 محافظات بمقارنه الى محافظه الشماليه، توجد في 3 محافظات حق اللي هو اصدار جوازات وتجديد الجوازات، والمحافظه الشماليه تفتقر لهذه الامور، وايضا البطاقه الذكيه اصدارها ايضا يا معالي الرئيس موجوده في 3 محافظات ما عدا المحافظه الشماليه ايضا تفتقر لهذه الخدمات. نتمنى معالي الرئيس من الجهات الحكوميه النظر في المحافظه الشماليه توفير الخدمات، وايضا فتح اللي هو مقرات ايضا للسجل التجاري نظرا لمعاناه المواطنين. يا معالي الرئيس احنا نشوف هذا الشيء مركز اللي هو بيت التجار، البحرين كلها يعني المحلات التجاريه تروح هناك يا معالي الرئيس من يجيك الساعه 10 او 9 الصبح تنفذ اللي هي التذاكر الى مراجعه المواطنين، هل يعقل معالي الرئيس الساعه 10 يعني تتسكر وزاره باكملها لخدمات المواطنين؟ فنتمنى تكون فروع تكون موجوده في المحافظات. ايضا مكتب التوثيق يا معالي الرئيس موجود خدمات وفرتها وزاره العدل في مجمع التامينات، ونفس الشيء معالي الرئيس الساعه 9 والساعه 10 تسكر الطلبات في وجه المواطنين، مما يكبد المواطنين يعني استئدانهم من الوزارات او من عملهم، فهذا يعني يكبدهم انهم مراجعتهم تكون بدال تكون في مختصره في ساعه زمن تكون في اسابيع. وايضا نتمنى معالي الرئيس ايضا اللي هو فحص المركبات تسجيلها ايضا تم توفيرها في محافظه المحرق، نتمنى محافظه الشمال من اكبر المحافظات، وايضا مدرسه تدريب السياقه التي تعج بالمتدربين، فنتمنى تكون هذه الخدمات توفر على المحافظه الشماليه. اولا رقم 1 توفير مسكن لايواء المتضررين في حاله الطوارئ، جاء المقترح بالرفض، يعني نشكر الحكومة يعني حقيقة على تقديرها للظروف وتحويل الحالات إلى وزارة الإسكان لدراستها وإعادة النظر فيها، هذا الشيء يعني مشهود لدى الكل، وأنا أشكر الحكومة يعني لدراسة حالات الأسر المتضررة. النقطة الرابعة بشأن تمديد ساعات العمل في المراكز الصحية، المناطق مثلا جد حفص عندهم لحد الساعة 9، معالي الرئيس رد الحكومة كان أن روحوا للمناطق الثانية في مدينة حمد ولا في الرفاع على أساس أن تتعالجون لأن عندهم لمنتصف الليل. إحنا نطلب في مناطقنا هناك أن يكون الدوام 24 ساعة، وكأن المنطقة هناك منطقة خالية، إحنا نطلب أن يكون مناطقنا 24 ساعة، إضافة على إضافة أن العدد السكان الموجودين هناك 120,000 نسمة بيبون بعد مناطق الناس في المحافظات الأخرى 55,000 نسمة بيبونهم يتعالجون عندنا في المناطق اللي فيها إلى منتصف الليل. ثانيا معالي الرئيس أن عامل الوقت في حياة المريض عامل مهم، حياة وممات، احنا من نقول له روح شاوط روح من منطقة إلى منطقة يا من يعالجونك أو ما يعالجونك، هذا أمر أنا عندي حالة أنا أعرفها ويمكن تعرفونها أنتوا، قالوا للمركز الصحي روح يجيب لنا رسوم الدخول قبل أن يسقط الرسوم، روح يجيب لنا رسوم الدخول، راح يجيب الرسوم ما رجع توفى، عامل الوقت عامل مهم جدا. أنا بس فقط عندي تعليق واحد على الرسالة الأخيرة فيما يتعلق بإغلاق المحال التي تباع فيها الخمور في جزيرة الريف. مع احترامي لما ذكر ممثل الحكومة أن هناك رقابة، أيضا هناك فوضى في جزيرة الريف، نتلقى اتصالات متكررة أن في مشاهد غير أخلاقية في الطرقات نتيجة السكر ووجود حالات أمام الأسر البحرينية، هذا بكل أمانة يعني، والدليل أن في مطعم من المطاعم حسب ما ذكروا أنه
أحالة إلى النيابة العامة، وأنا حقيقة بهذه المناسبة أشكر قطاع السياحة والنيابة العامة قائمين بدور كبير في أحالة عدد كبير من هذه المرافق سواء في الريف أو غيره إلى النيابة العامة وتشميع بعضها بالشمع الأحمر، فهذه يشكرون عليه، وهذا أعتقد أن بداية خطوة إلى السياحة العائلية النظيفة التي يعني ستساهم في رفد الاقتصاد الوطني. لكن أيضا هناك الرقابة على جزيرة الريف وما يمارس فيها من ممارسات غير أخلاقية رقابة ضعيفة ووقتية، وأنا مسؤول عن الكلمة، يعني إذا تي شكوى أو ذي يكون في رقابة، لكن في معظم الوقت ما في رقابة، وذلك تتكرر هذه المشاهد. ونتلقى أنا تلقيت اتصالات، بل جاءوني وأفد من جزيرة الريف وجلسوا معي قالوا يعني نطلع مع عوائلنا نبي يعني استجمام عند البحر أو نتمشى نشوف مشاهد مخلة للآداب أمامنا، أسر بحرينية عيالهم بناتهم. فأنا أتمنى أن نحل هالقضية، وإذا في أي مرفق يبيع الخمر غير مرخص له، أصلاً الخمر حرام، وإحنا نرجو أن هذه الآفة تخرج من بلادنا، لكن نسأل الله السلامة والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد. طبعاً معالي الرئيس، السؤال كان عن السند القانوني حول التأمين الذي يؤخذ وعن الاقتطاع من الحساب البنكي للمواطنين. معالي الرئيس، أظن يعني المفترض أن النواب وقبل النواب أيضا الوزراء يعني يعملون على مصلحة المواطنين، وأنا لا شك عندي أبدا والبتة أن الوزير جزاه الله خير والنواب يعملون على مصلحة المواطن. كان الهدف معالي الرئيس من السؤال هو معرفة السند القانوني، وأنا أيضا لا أجهل أن الوزارة طبعا بلا شك أنها لن تقوم يعني بمخالفة القوانين وما أشبه ذلك، لكن كما يقولون من وراء السؤال قصد ونية. فأنا كان حقيقة معالي الرئيس قصدي من السؤال هو أن المواطن خاصة في الأيام الأخيرة يتحمل أعباء كثيرة حقيقة، وأنا حقيقة هنا أتكلم على وجه الخصوص على المواطن أو عن المواطن ذو الدخل المحدود، يعني كما يعني نحن نعيش مع المواطنين ومن بين المواطنين نسمع يعني شكاواهم ونسمع الآنات وغيرها. ولذا معالي الرئيس أنا حقيقة لما سألت عن التأمين، لأن حقيقة كثير وإلى اليوم وإلى الأمس البعض إلى الآن يطالب بهذا التأمين، طبعا هذا حق للضمان وما أشبه ذلك، لكن نقول يا معالي الرئيس نحن نتعامل مع مواطن الذي دائما الحكومة مشكورة تعمل لمصلحته، ولا ترضى الحكومة بالمساس بالمواطن. وهنا أيضا أنتهز الفرصة وإن كان خارج الموضوع في ثانية، لا يضر أن نشكر الأمير خليفة بن سلمان على التصريح الذي خرج بالأمس وصار ارتياح لدى المواطنين. معلش هذه يعني خاطرة شذي عن الطائر. طيب ف يعني هذا الذي يعني تعلمنا من الحكومة أنها في الأصل تريد الخير للمواطنين. فأنا ما عندي إشكال أنكم يا سعادة الوزير أنكم تخالفون القانون وأن في مادة وعندكم سند قانوني، لكن أنا أقول هنا قصد السؤال هو مراعاة هذا المواطن الذي الكل يحترمه ويقدره. يعني أنا أريد أيضا من سعادة الوزير الآن يعني أكد لي هاي مسألة، في ناس تنفي وناس تثبت. أنا دائما أكررتها مرة في المناقشة العامة، قلت الشاب الجديد تو اللي بيتزوج بياخذ شقة خاصة بهاي الشقة اللي بثري فيس، نعم هذا يطالب أن يدفع قيمة تأمين 300 دينار. نحن قلنا نتكلم عن الطبقة ذوي الدخل المحدود يا معالي الرئيس، فهذا لما يدفع 300 دينار وصاحب العمارة يقول له ادفع 3 أشهر مقدم، وطبعا إذا كان توه متزوج المهر وما أشبه ذلك، يعني هذا يا معالي الرئيس شو بيصفى عليه وش يبقى عنده؟ وخاصة اليوم
كما أن الرقابة المالية ديوان الرقابة المالية أثنت على الهيئة في مسألة قطع المبلغ من الحساب البنكي. احنا نقول هناك مغايرة حقيقة، صحيح كلامهم، هناك مغايرة بين التأمين وبين الاستحقاق، استحقاق الفاتورة. احنا نقول معلش هناك مغايرة، لكن انتم اليوم تستطيعون ان تضمنوا حقكم، انتم بتقطع من راتبه. فأنا هنا أقول فقط أن يراعى هذا الأمر، وأنا أريد يعني وإن كان هذا ليس هو السؤال المباشر، لكن الوزير أنا عارفه كريم بيجاوب حتى لو كان السؤال خارج الموضوع. والأخ نبيل طلب توضيح علشان أوضح أن يعني الهيئة تأخذ في الاعتبار اقتراحات ويعني الأفكار اللي يجيبونها النواب. كان في البداية التأمين يؤخذ على الجميع، يعني على اللي يملك العقار واللي مستأجر. عقب ما طالبوا بعض الناس يعني تغيير هذه، أصدرنا قرار في 2014، والقرار يقول إن المواطن البحريني الذي يسكن في ملكه لا يدفع التأمين، يعني بس المستأجر يدفع، وأن المواطن الذي يسكن بدون مقابل في عقار مملوك لقريبه من الدرجة الأولى، يعني إذا واحد عنده عيال وساكنين في بيت ثاني ما يأخذون عليه تأمين، إذا مثلا عنده زوجة ثانية ما يأخذون عليه تأمين، وإذا مثلا فقط يحتاجون ان احد يكفله. فهذه يعني هذه مكسب لكم اصحاب السعادة النواب، وهذه اعتقد المواطنين ارتاحوا له كثير هذا التعديل. الشيء الثاني يعني مثل ما تفضل سعادة النائب يقول واحد على 6000 وقطعوا عن الكهرباء، انا اكد لكم ان هيئه الكهرباء ما تبي تقطع الكهرباء، الكهرباء خدمه، احنا نبي نقدم الخدمه، بس في نفس الوقت هيئه الكهرباء عليها ضغط من ديوان الرقابه الماليه ومن بعض اصحاب السعاده النواب ان ليش هالقد مستحقات موجوده، ويسالوننا كم المبالغ اللي مستحقه وينشرونها في الجرائد ويقولون ان الهيئه ما قاعده تاخذ هالمستحقات. فانتوا خلوا روحكم محل الهيئه، شنو بتسوون؟ يعني هل تقبلون ان احد يصير عليه 6000 وما يدفع وفي اشخاص ثانيين يدفعون باستمرار وعلى الدوام يكونون في نفس الشيء ويحصلون نفس الخدمه؟ بالطبع ما ترضون. فلازم الهيئة تأخذ بعض الإجراءات، والإجراءات اللي تأخذها مثل ما أقول ما نبي نروح حق القطع، القطع أصلاً ما نبي نسويه، بس إذا عملنا كل المحاولات كل الإجراءات كل الأشياء ولا زال الشخص ما يدفع، يعني يأخذ خدمة مثل غيره من المواطنين وما يدفع. فأنتوا خلوا روحكم بمحلنا، شوفوا شنو بتسوون واحنا نتقبل رايكم. مشكورين. تفضل اخ الامين العام. شكرا معالي الرئيس. من الاستدراك رقم 2 الطلب الذي تقدم به عدد من اصحاب السعاده النواب بشان طرح موضوع عام للمناقشه لاستيضاح سياسه الحكومه حول معاشات ومكافآت التقاعد، على ان تكون اولويه الكلام لسعاده النائب احمد عبد الواحد قراطه، مقدم الطلب اصحاب السعاده النواب احمد عبد الواحد قراطه، إبراهيم جمعة الحمادي، محمد حسن الجودر، عبد الله بن علي بن حويل، جمال داوود سلمان، عبد الرحمن راشد بومجيد، عبد الحليم عبد الله مراد، أنس علي بوهندي، أسامة عبد الحميد الخاجة، محمد سلمان الأحمد، عبد الحميد عبد الحسين أحمد، خليفة عبد الله الغالي. أدرج الطلب على جلسة المجلس العادية 30 التي عقدت بتاريخ 3 مايو، وقرر المجلس الموافقة على مناقشته في هذه الجلسة. شكراً. شكرا. تفضل سعادة الوزير. شكرا الرئيس. معالي تعقيبا على مداخلة سعادة النائب علي فرسان، أنا أعتبر كل أمان يعني السؤال الأوليين خلاص شيلوهم لأن أرد عليهم وعقب وانتهى، وأعتقد يعني ما في داعي أن يدرجون مرة أخرى. بالنسبة للسؤال الثالث، السؤال الثالث طبعا
تم استلام السؤال 26 ابريل نهايه الشهر الماضي، ارسل 27 ابريل للوزاره. اليوم او بكره تنتهي المده القانونيه الاولى، ومن حق الوزير المختص ان يطلب تاجيل اسبوع. اذا لا زلنا في سؤال لوزاره الصحه، لا زلنا في المده القانونيه. امر اخر معالي الرئيس، وهذه بيناه من خلال مكاتبات مع مجلسكم الموقر بالنسبه للاستراتيجيه الاقتصاديه، وبينا بان الاستراتيجيه الاقتصاديه يضعها مجلس التنميه الاقتصاديه، ثم هناك كل وزاره مسؤوله عن تنفيذ الجزء الخاص بوزارته. فبينا في الخطاب الموجود عندكم معالي الرئيس بان بامكان الساده الوزراء عفوا النواب السؤال في جهه معينه بالاستراتيجيه الاقتصاديه، ان كانت استراتيجيه السياحه والاستراتيجيه الماليه او غيرها من الاستراتيجيات، سؤال محدد يذهب الى وزير محدد. انما على عموم الاستراتيجيه كما قلت ينظمها مجلس التنميه ويوكل الى كل جهه من جهات الحكومه، الجهه التنفيذيه تنفيذ الجزء الخاص بها. شكرا معالي الرئيس. شكرا، تفضل اخ احمد قراضه. شكرا معالي الرئيس، بس حبينا نتكلم، نبي نشكر سمو رئيس الوزراء الموقر الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين، النائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ونشكر رئيس المجلسين على اتصالاته بالنسبة حق استيضاح سياسة الحكومة بشأن معاشات ومكافآت المتقاعدين. احنا نتمنى سحبه، بس في أمور يجب أن نوضحها حق الحكومة علشان أن يكون هناك المتقاعدين. بالنسبة حق المكافأة، بينا سمو الأمير خليفة بن سلمان أنه راح ما تمس. احنا نتكلم عن سن التقاعد من 60 لـ65، هذه النقطة الأولى كمطلب شعبي. والخدمة 2% اللي بيشتغل 40 سنة بدل ما ياخذ 80% بياخذ 72%. تسحب لأخ أحمد إيه؟ مثل المناقشة، بس بغينا نوضح الأربع نقاط. ومكافأة نهاية الخدمة اللي هي كانت المفروض أنه ما راح 0%، وبالنسبة حق الاشتراكات اللي الحكومة راح تعطيها 12 تدفع الحكومة ويدفع المواطن 6، أحد راح يصير 10 مقابل 8. نتمنى من الحكومة أن هي توضح هذه الأربع نقاط. تسحب المداخلة ولا تبي بنسحب السياسة، استضاح سياسة الحكومة بس لا، احنا نتكلم عن أربع نقاط، نبي إيضاح، نبي إيضاح من الحكومة. شكرا. ونبي هذه الأمور أن تأتي على شكل، أن تأتي هذه الأمور على شكل يعني مشروع بقانون، مو على شكل مرسوم بقانون. نتمنى من الحكومة أن تتبع على طريقة مشروع بقانون وليس مرسوم بقانون. يعني نتمنى هذه الأربع نقاط الحكومة تحطها بعين الاعتبار. شكرا معالي الرئيس. على نقطة نظام الأخ محمد الأحمد. إن أمكن تأجيل الموضوع لمدة أسبوع واحد. أي حتى واحد؟ أخذ موضوع المناقشة العامة. أي. نأجله للأسبوع القادم. يعني الأخ أحمد طلب سحبه، وأنا أشوف إن الموضوع يعني محل في تساؤلات نحب نطرحها، ونظرا لوجود لجنة تحقيق ممتلكات اليوم فأفضل أن أجله للأسبوع المقبل إن أمكن، والأمر متروك لمجلسكم. نقطة نظام الأخ عبد الحليم. مع تقديري لرأي الأخ أحمد، أنا أشوف سمو رئيس الوزراء بادر مبادرة طيبة، وطلع بيان رسمي من مجلس الوزراء، وحسب الاتصالات اللي أجريتها أنا وأخواني بمجموعة من المسؤولين في الدولة، أن إذا بيأتي شيء بيأتي في صيغة مشروع قانون بالتشاور مع السلطة التشريعية، وسيصوت عليه النواب، ما في شيء، ما في مرسوم ولا غيره. فانا اتمنى ان ينهى الموضوع اليوم، واعتقد ان في تطمين كبير من رئيس الوزراء حق شعب البحرين كله، هذا يجب ان يقدر. شكرا. الاخ محمد متمسك في التاجيل؟ زين، هل موافقون على سحب المناقشه الان؟ أغلبية موافقة.